نفسي نكمل مع بعض. آخر حاجة أتمناها إن اللحظة دي يحصل، بس أنا مش قادر نكمل. وعارف إنك هتقدري اللي أنا فيه. أرض على طريق الصحراء والبيع والشراء في كل التفاصيل، وده شيك في 5 أضعاف مؤخر الصداقة اللي كنا كاتبينه. أنا مش عايزة حاجة. ده حقك، وأنت والله تستاهلي أكتر منك. أنا مقدرة اللي أنت فيه، ومادام بإيدي هستحمل لك لما ترتاح. بس في حاجة كنت عايزة أقولها لك، لا هي بقى بإيدي ولا بإيدك. أنا رحت المستشفى كده عشان كنت حاسة إني بعافية شوية، لقيتني حامل. الدكتورة قالت لي ان انا حامل، ولما سألتها ازاي انت ما بتخلفيش يا عبلة؟ ما انا كنت مفكرة زيك كده، بس ربك لما يريد بقى. عبلة فهميني، انا مش فاهم. ضحي هو اللي ما بيخلفش، وكان مفهمني ان هنعمل ايه دلوقتي؟ الحمل ده لازم ينزل. حمل ايه اللي ينزل؟ قبل ما كنتش عامل حساب على حاجة زي كده. ومين فينا كان عامل حساب؟ بطني ده انا ما اقدرش استغنى عنه. عبلة، انا عندي بنتي ومراتي، ما ينفعش يكون لي ابن من اي واحده باي شكل. طب وانا؟ انت انا عدت الاشعه والتحاليل 3 مرات علشان اتاكد، ولما اتاكدت عاملة زي المجنونة، مش عارفة أفرح ولا أحزن على العمر اللي عدى، وأنا فاكرة إن بطني ما بتشيلش. عبلة، أنا مش هقدر أكون أب للي في بطنك ده، فاهمة؟ وانا مش هقدر اهودك زي كل مره. تعرف انت بتطلب ايه؟ انا عشت عمري كله محرومه من الضنا، واستعوضت ربنا في الخلفه. لما ربنا يعوضني اقوله لا مش عايزه. يا اكرم، انا مش عيله صغيره، يمكن معرفش اجيب غيره، لا منك ولا من غيرك. كل اللي حوالي عيالهم بيجروا حواليهم، وانا بعافر في الدنيا دي بطولي.
أنا ما بقيت عايزة حاجة من الدنيا دي غيره. أنا ما أقدر كل اللي بتقولي ده. بس أنا لما جيت أتجوزك اتجوزت واحدة بتقولي إنها عاقر. فجأة جاية تقولي أنا حامل. الخلفة دي اتفاق بين الأب والأم وإحنا ما اتفقناش. عشان كده أنا مش هقدر أقبل بحاجة زي كده. وربنا ما يقبلش باللي أنت بتطلبه ده. ولا هتقبل بيه. أنا مش عايزة منك حاجة. إحنا الاتنين مش عايزين منك حاجة. افهميني يا عبلة افهميني. أنا عارف إن اللي بطلبه ده صعب. بس ما قدمناش حل تاني. أنا مش هقدر أكمل حياتي وليا ابن منك. مراتي شكلها عرفت. مش هتسامحني. كمان أقول لها إني خلفت منك. أنا هسيبك تاني يومين. بعد كده هعدي عليكي اكون رتبت هنزله ازاي.